السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي، كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ مع بعض منهج الترم الثاني. طبعا احنا عندنا الجزء المترحل اللي هو الخاص بـ Concept 4 Collision Energy and Collision، وده احنا سبق شرحناه قبل كده في فيديوهات الترم الأول. احنا هنبتدي مع بعض من كتاب بني، الترم ده هناخد من كتاب بني، وبإذن الله هنشتغل مع بعض الترم الثاني لـ Science Grade 4. طبعا عندنا بالنسبة للكونتيننت بتاع الجزء ده، في عندي يونت 3 اللي بيتكلم او بيحتوي على 3 كونسبت. كونسبت 1 بعنوان ديفايس اند انرجي، ديفايس الاجهزة والطاقة، هندرس فيها 5 ليسون. عندي بعد كده كونسبت 2 اول اباوت فيول، كل شيء عن الوقود. بعد كده كونسبت 3 رينيبل ريسورسز اوف انرجي. Now we will study the concept 1 devices and energy. Unit 3 concept 1 devices and energy. Devices بمعنى الأجهزة، وده جمع كلمة device. أما energy، احنا study energy قبل كده، وعبارة عن ability to do work، هو القدرة على بذل شغل أو or make a change، إحداث تغير. هندرس في اليونت ده، في الكونسبت ده هندرس لي 5 ليسون. نمبر 1، كان يو اكسبلين، هو انت ممكن تشرح لنا devices and energy ولو اوف conservation اوف انرجي، وليسون 4 energy flow، وليسون 5 energy and controlling it. اول حاجه خالص هنتعرف عليها، كان يو اكسبلين، هو انت ممكن توضح لنا، هل تستطيع الشرح؟ طبعا احنا درسنا قبل كده ان الانرجي كان بي تشينجد from form to another، ان الانرجي عندنا ممكن تتحول من form لانذر، ده طبعا تبع ينتج لي law of conservation of energy، قانون حفظ الطاقة. جايب لي many devices ويبدأ يعرفني كل device يا ترى ايه هو الانرجي consumed، الطاقة المستخدمة، and energy produced، الطاقة الناتجة منه، زي مثلا such as electric lamp. electric lamp consume electric، طبعا هو بادئ بكلمة electric، sure consume electric يعني بيحتاج طاقة للتشغيل أو to operate، بيحتاج لي light energy طبعا to operate. طيب إيه الطاقة اللي خارجة من المصباح أو من electric lamp or electric bulb؟ خارج لي منه light and heat. أما بالنسبة للelectric iron، المكواة الكهربية، فهي بتعتمد على الelectric علشان تخرج لي heat، ما أنا بكوي بيها، حطها في الكهرباء، يبقى ده consumed وبروديوس هيت. أما الراديو فده طبعا بحطه في الكهرباء وبيديني sound، يبقى محتاج electric converted into sound، بيطلع صوت. While أو صوت TV طبعا بيحتاج electric، طب بيطلع لي إيه؟ ده اللي بيعمل لي transfer للإيمج and sound، بيوصل لي الصوت والضوء، أو الصوت أو بيطلع لي صوت وضوء. أما السيليولار فون، وهو التليفون المحمول، شور أنت بتحتاج دايما تشحنه بالكهرباء، بتشحن البتر اللي فيه، فبيتحول لي sound and light. عندي devices used solar energy like solar cell، والسولار cell دي طبعا دي need أو consume، محتاجة solar علشان تنتج لي electric، يعني من سولار تو إلكتريك. أما السولار هيتر باين من اسمها، consume solar to produce heat، يبقى عندي two devices use solar energy like solar cell and solar heater. عندنا بعد كده two toy cars operated by remote control. عندي toy cars that are operated by remote control need energy to operate. أي عربية لعبة بتبقى محتاجة ريموت كنترول علشان يتم التحكم فيها. الديفايس دي need source of energy، محتاجة مصدر للطاقة like battery، والباتري زي ما خدنا برضو في الترم الأول contains chemical energy، بتحتوي على chemical energy to، بتتحول to electric energy. خدنا كمان ان في عندي some devices use solar energy to operate like calculator، النوع ده بيبقى من الكالكوليتور، بيبقى فيه من هنا
زي مراية كده، دي بتعمل ابزورب للسان لايت عشان هو بيعتمد على السولر. وكمان عندي سولار هيتر، دول يوز سولار انرجي، بيعتمدوا على السولار انرجي. عندي ديفايسز يوز الكتريستي، ديفايسز تانية بيبقى محتاجة كهربا زي تي في، الكتريك هيتر، راديو غيره. عندي ديفايسز يوز ناتشرال جاز، ناتشرال يعني بدأ بغاز، يعني بتعتمد على الغاز الطبيعي، يبقى الكونسيوم بتاعها ناتشرال جاز such as gas oven, gas heater and furnace. عندي طبعا بعد كده اكسرسايز على الدرس. بعد كده هيجي مارس اكسبلوريشن فيكلز، عربات الاستكشاف المريخية. طبعا اولاد مارس ده the fourth planet بالنسبة للسن، هو ابعد واحد، ابعد رابع كوكب من كواكب المجموعة الشمسية بعد الارث على طول. وده بيسموه الريد بلانت، الكوكب الاحمر. وعندنا الديستانس بتوين ايرث اند مارس اباوت 54 مليون كيلومتر، 54 مليون كيلومتر. طبعا احنا بنستخدم السبيس كرافت زي المركبات الفضائيه اللي بتستغرق مور ذان 6 مانث تو ارايف اون مارس، عشان توصل على سطح المريخ. هيومن سند روبوت ويتش ار اوبريتد باي ريموت كنترول، الانسان عشان ما يفضلش هو رايح جاي مسافه 6 شهور كتيره، قرروا انهم يبعتوا مكانه روبوت. الروبوت ده هو اللي هيجمع اكسبلور ذا مارس سيرفيس، هيجمع معلومات عن سطح المريخ. اشهر وان اوف ذا موست فيموس روبوتس اون مارس اسمه كاريو سيتي، كاريو سيتي، وده شكل الكاريو سيتي. Why is difficult to obtain electricity to operate robots؟ طبعا احنا عارفين الروبوتس ده بيبقى far away from plug، بعيد جدا عن اي قابس او electric charge or markets، او حتى سوق انه يغير الباتري بتاعته. It's impossible to connect a charge with a rocket plug، وصعب جدا، بعيد جدا المسافة ما بين الروكت اللي هو طالع فيه اصلا الروبوت وما بين الروبوت، فصعب قوي انه حتى هو يتوصل بشحن من الروكت. طب نحل مشكله زي دي ازاي؟ ما هو لو الكاريوساتي ده توقف عن العمل يبقى ملايين اتصرفت عليه راحت، ومسافه وست شهور رايح وست شهور جاي، والمشروع فشل. لا، العلماء وجدوا انهم يا اما يستعينوا بلونج تيرم باتري، او يشحنوا ببطاريات طويله الامد تقعد فتره طويله مشحونه، او انهم الافضل انهم يشغلوا بالسولار بانلز الواح الشمسيه، هيبداوا يستغلوا ضوء الشمس اللي في المريخ ويولدوا لي الكتريستي عن طريق سولار سيل. السولار سيل الموجوده في الفيكلز اللي على المريخ بتحول لي السولار انرجي لالكتريك وهيت وكينيتك، الكتريك هيت كينيتك تو اوبريت سنسور، بتيجي في اسئله كتير جدا، عشان تشغل لي المستشعرات على سطح المريخ. عندنا هنا عندي الجزء الثاني listen to بيتكلم عن devices and energy، الأجهزة والطاقة. عندي ال energy makes devices، energy makes devices، الطاقة بتشغل الأجهزة، بتجعل ال toy move and do their function، بمعنى ان اي جهاز بيبقى محتاج طاقة علشان يقدر انه يمشي ويؤدي وظيفته، سواء كان اوبريت كاميرا، يفتح الكاميرا، يلف في انجلز، يعرف ايدي. وطبعا احنا محتاجين الباتري، الباتري دي كونتينز زي ما اتفقنا كيميكال انرجي بتتحول الى الكتريك انرجي. when batteries run out، لما البطارية تفضى، the devices stop، الاجهزة بتقف. طب نعمل ايه؟ يا اما تشارج ات، يا اما نعيد شحنها، او اكستشينج ات باي ا نيو باتري، او اشتري بطاريه جديده. تمام، البطاريه فضت، يا اما هشحنها يا اما هشتري واحده تانية. طيب بالنسبه لي الانرجي شين، سلاسل الطاقه، ذا مين سورس اوف انرجي يا شباب هو الصن. الصن دي معظم يعني المصدر وراء كل الطاقات على سطح الارض. بتيجي ضوء الشمس بيجي من تفاعلات نيوكليار انرجي، من تفاعلات او نيوكليار رياكشن بتحصل جوه الصن، بينتج عنها لايت انرجي، ده اللي بيوصل لنا. وطبعا اصوات انفجارات شمسيه ما بتوصل لناش، لان الساوند
not travel on space, ما بينتقلش في الفراغ. Which is absorbed by the plant. بتبدأ طبعا سلسلة الطاقة بإن الشمس بتدي الضوء بتاعها للنبات، النبات بيعمل الفود بتاعه ويخزنه في صورة chemical energy، ومن هنا تبدأ أي سلسلة طاقة. معناها إن أي سلسلة طاقة هتبدأ بالصن بعدها البلانت على طول. For example, energy chain in eating food such as orange. زي ما انت شايف كده عندنا شمس بتدي اللايت بتاعها للبلانت، بلانت بيخزن فود على هيئة chemical energy، بعد كده الكيميكال ده بيتحول إلى كينيتيك، يعني تخيل حركتك السبب فيها الصن. Another example أو another energy chain energy chain in heating water. طبعا زي ما اتفقنا بنبتدي بالصن، بعدها بنقول light energy طاقة ضوئية، بعد الطاقة الضوئية بتختزن جوه التري، بعد كده التري بنعمل لها cutting، نعمل للcutting ده burning للوود يطلع لي heat energy. يبقى كده لازم بالترتيب، لو تلاحظ بدأ بالصن وبعدها البلانت. Another example أو another energy chain إن إحنا بنستخدم الصن في drying hair أو hair dryer. برضو إزاي؟ step number one الصن، بعد كده light energy، بعد كده chemical energy stored in tree، بعد كده التري بتموت وبتفضل ملايين السنين تتحول إلى coal، بعد كده أنا باخد الكول وبوديه للإلكتريك باور ستيشن، محطات توليد الكهرباء، ودي بتستخدم الكول كفيول، كول يعني فحم، وعلشان تنتج لي إلكتريك إنرجي ببدأ أشغل أنا بقى بيه أجهزة كهربية كتير لايك موبايل. الموبايل برضو بيطلع لي ساوند ولايت، أو ممكن أشغل الهير دراير وده بيطلع ثلاث طاقات، هيت إنرجي، ساوند إنرجي، أند كينيتيك إنرجي. وطبعا الهيت هي الفانكشن، اما الباقي ده وستد انرجي، طاقات مهدره. عندنا كمان اكزامبل للموبايل شين نفس الخطوات السابقه، ما عدا ان هو بس بيطلع لي في الاخر لايت انرجي وساوند انرجي، والاثنين دول فانكشن. نيجي بعد كده لاخر جزء في الدرس ده، وهو انرجي ترانسفورميشن، تحولات الطاقه. هناخد كلمة consume، هي كلمة دلوقتي اسمها input energy، طاقة داخلة. أما energy produce فهي طاقة مخرجة. في الهير دراير اللي هو الشوار أو مجفف الشعر، function بتاعته drying hair، ياريت نذاكر التابلز دي كويس، وده بي consume electric و produce kinetic و heat و sound. وطبعا الهيت يعتبر propose، أما الساوند والكينيتك يعتبروا not propose. soap dispenser منظم الصابون السائل، وده بيعتمد على potential المختزنة في السبرينج اللي فيه، وبيتتحول لكينيتيك لما بضغط عليه، بيبقى فيه السبرينج بيبقى اخد الشكل ده. طبعا ده بيبقى elastic potential طاقة مرنة بيحولها لكينيتيك. اما الwashing machine فدي بتعتمد على الالكتريك وتديني كينيتيك، الحلة دي بتدور بتدور بتدور. electric bulb وده بيعتمد على وظيفته الفانكشن بتاعته lighting houses، وبيعتمد على الالكتريك وبيخلق لي light و heat. motor engine، motor engine عكس الدينامو تماما، الموتور engine وظيفته moving things، وده بيستخدم الالكتريك عشان يطلع kinetic، اما الدينامو obtain electricity بيخرج لنا بيولد لنا كهرباء، عشان كده اسمه electric generator، وده العكس تماما، عبارة عن مغناطيس قوي وسلك بيلفوا حوالين بعض، يعني في حركة في كينيتيك علشان تعمل obtain electricity يعني بتخرج كهرباء produce electric. another example cellular phone وده وظيفته make calls، وده بيعتمد على الكيميكال energy اللي في الباتري وبتخرج sound and light. أما بالنسبة للبايك ودي بتستخدم في transportation، ودي عبارة عن إن الكيميكال موجودة في الكيميكال هيومان بادي وبتخرج لي كينيتيك. أما الإلكتريك أيرن، أيرنينج كلوز بيسخن الملابس أو بيكويها، ودي بتستخدم من إلكتريك لهيت. تلفزيون ترانسفورميشن ساوند ولايت، بنجيب صوت وضوء منه.
او صوت وصورة، وده طبعا بيستخدم الالكتريك وبيخرج ساوند ولايت. الفان جواها موتور، ودي وظيفتها موفينج اير عشان تجيب لنا هواء، وده بيستخدم الالكتريك لحركة المروحة الريش كينيتك. كذلك السمول ووتش بتعتمد على نوينج تايم، معرفة الوقت، ودي بتستخدم الكيميكال لأن هي جواها باتري باتريز، تمام، بتحول لكينيتك اللي هي حركة الهاندلز. نيجي هنا للتوي كار، ودي بتعتمد على الإلاستيك بوتنشال اللي هي زي الكار اللي بالزمبلك، وبتتحول لكينيتك. أما الهاند بل فهو جيتنج اتنشن، بيصير انتباهنا، وده طبعا بيحول انت تمسكه بايدك وبتفضل تضرب عليه، يعني من كينيتك انتو ساوند. بكده شباب انا اكون خلصت معاك لسن 1 ولسن 2 الموجودين في كونسبت 1 في يونت 3 منهج سكند ترم لجريد 4 من كتاب بني. اتمنى اشوفك الحصه الجايه على خير. ثانك يو اند جود باي. زيو مس مروفيت. باي باي.